بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكمل. طبعا اللي هو وصلنا لعند اللي هو سليبي ديسوردرز فلو في المحاضرة السابقة اللي هو اضطرابات النوم. طيب اضطرابات النوم، أول اضطراب احنا مر علينا بعض المصطلحات لكن برضو نتذكر علشان ايش نربط الكلام في بعضه. أول حاجة اسمها انسومنيا، difficulty in falling asleep or staying asleep all the night. يعني احنا عشان نكون واضحين ايش معنات انسومنيا، بيسموها بالعربي الارق، ارق النوم. اما مش قادرين ينام او مش قادر يضلوا نايم. يعني هو كاتب لي هنا difficulty، صعوبة، يا مش قادر ينام falling مش قادر يدخل النوم، او ايه staying او مش قادر يضلوا نايم. بقول لي about 20% of people have insomnia during their life. 20% من البشرية بيعانوا من الانسومنيا، علشان يأكد لنا انه اليوم خمس الناس بيعانوا. عشان هيك لو لاحظنا في البيت بنلاقي في ناس بناموا بدري وفي ناس بتأخروا في النوم وفي ناس بقولك بعرفش انام انا بتأرق. هذا طبيعة بشرية، لكن سبحان الله لاحظين قديش النسبة مش سهلة، نسبة كبيرة. Brief episodes of insomnia caused by، ايش يعني بريف؟ بريف يعني مختصر او قليل او بسيط. episodes نوبات، في هناك نوبات من الأرق بتصير من إيه هنا؟ كاتب لي من الـ transient worries and stress، من اللي هو القلق المرحلي والتوترات المرحلية والضغوطات البسيطة. يعني كلنا ممكن نعاني بشكل بسيط من الإنسومنيا إذا اتعرضنا لتوتر في حياتنا أو يعني في إشي نكد علينا، لكن أعابر إشي ماشي أعابر. chronic insomnia، اما الناس اللي عندهم، لما نقول كلمه كرونيك يعني شيء مزمن شيء دائم، الناس اللي عندهم ارق دائم هذول عندهم مشكله. ايش هي؟ maybe associated with، بتكون مرتبطه مع المود disorders اضطرابات المزاج. زي في حالات ما انا عارف انه يعني مثلا اليوم هذا المرض لسه ما خدناهوش وهذا ما خدناهوش، بس للذكر مانيا معناتها الهوس، depression معناتها الاكتئاب. يعني كأنه بقول لي الناس الطبيعيين ممكن اللي عندهم ستريس وورز وقلق وخوف ممكن يصير عندهم ايش؟ قلة نوم. لكن الناس اللي عندهم قلق نوم بشكل كبير ومركزي هم مين؟ هم اللي عندهم اضطرابات في المزاج زي امراض اسمها مرض الهوس ومرض الاكتئاب. مش داعي الان ندخل في تفاصيله. الانسومنيا تريتد باي ايه؟ كيف ايش بنعالجها؟ تريتد باي hypnotic medication، يعني العلاج المنوم، أو relaxation training أو تمارين الاسترخاء، أو stimulus control أو اللي هو إيش التحكم بالمثيرات، اللي هو طريقة التحكم بالمثيرات. يعني واحد أجي يقول لي أنا مش قادر أنام، بيجي الطبيب الشاطر يا بيعطي دواء يا بحوله على العلاج اللي هو السلوكي عشان يعمل له يعني تمارين استرخائية، يا إما بنعمل علاج نفسي إنه نخليه يتحكم في الإيش في المثيرات اللي حواليه. طيب الثاني احنا بنتكلم في الايش سليب ديس اوردرز، خليكم ذاكرين. الاضطراب الثاني اسمه هايبرسومنيا. هايبرسومنيا يعني ايه؟ زياده في النوم، اكسسيف سليبنس. ايش يعني؟ بدل ما هو عنده ارق بنام زياده. ات مي بي اسوشيتد وذ اي ديبريشن، كثير مرتبطه بالناس اللي عندهم اكتئاب، اللي عندهم غم كثير، اللي دائما متنكدين في حياتهم. لو حد سالني قديش ممكن تكون هايبرسومنيا، احنا قلنا من 6 ل 8 الطبيعي، لكن هذا ممكن ينام 10 12، في منهم بينام 14 ساعة. وانا تفاجأت انه في ناس بيناموا 15 و16 كمان. بقول لك انا بضل نايم، وهذه مشكلة يعني عند بعض الناس. سليب ابنيا، شو يعني سليب ابنيا؟ هذا مصطلح جديد. كلمة ابنيا اخذتوها في الترمينولوجي معناتها ايش؟ توقف النفس. طب ايش دخل توقف النفس في النوم؟ بصير توقف للنفس لمرحلة محددة أثناء النوم، عشان هيك سموه sleep apnea. إيش بصير؟ stop breathing shortly after falling in asleep and then quickly wake up. توقف بشكل بسيط بعد ما إحنا نغط في النوم للنفس، وبتلاقي مباشرة إيش بصير؟ بنصحى عشان بدنا هوا. بتصير كثير بعض الناس زي ما بقول لك أنا نمت وحسيت بشرقة أو تشردقت أو أي كلمة من الكلمات العامية، فمجرد ما يتوقف النفس ويرجع يقدر عاود ياخذ نفس بصير في عنده مشكلة، مش قادر بالأول يتوقف النفس وهو نايم.
طيب الآن بقول لي gasping for air، كلمة gasping إحنا بسموها عندنا النزاع. إيش النزاع؟ يعني بنازع. لما نقول لي gasping for air يعني كناية على إنه بيطلب الهواء بطريقة، يعني لما بيصحى من النوم كأنه ميت، بصير ياخذ نفس بشكل كبير جدا وبده حدا بيجي اللي حواليه يعني يهدوه عشان بس ياخذ اول جرعتين من النفس بتلاقيه ارتاح مباشره. And then sleep again، وبعد هيك ايش بصير؟ بنام برجع لنومه الطبيعي. بعض الناس قالوا برضه له علاقه بالاحلام المزعجه، وقالوا بعض الناس وانا ميال الا الناس التانيين انه له علاقه بالاكل قبل النوم مباشره. ليه؟ على اعتبار انه المعده بتطلع اللي هو السوليوشنز، السوائل اللي فيها بتصل فوق للاسوفيجاس للمريء وبتعمل عملية الخناق. This cycle، هذه السايكل الدائرة بتصير يعني in severe cases it may occur، بتصير للأسف مرات للسليب أبنيا ممكن تصل، طبعا نادرة جدا، ممكن تصل في بعض الحالات ل 500 times. يعني إيش يعني؟ يعني بتصل ل 500 مرة في الليل، خاصة هذول الناس اللي مين هم، حتى لما بصحى الصبح ايش بصير؟ بقول لي فيل اكسهوستد. كلمة اكسهوستد معناتها الانهاك العام، بحس حاله يعني خائر القوة، مش قادر يقف. ليه؟ من الشورت سليبنج، لأنه ما نامش كويس. مين هم أكتر ناس اللي عندهم أزمة، اللي ما بيقدرش ينام، واللي عندهم سيفير اوبيزيتي؟ ناصح كتير لدرجة إنه بيقدرش ينام، كل ما بينام بحس إشي بيخنقه، هذول اللي بصير عندهم أكتر شيء سليب أبنية. بقول لي طب من ايش السبب؟ السليب ابنيا بتيجي من ايش؟ من الاوفر ريلاكسيشن. ريلاكسيشن استرخاء او ارتخاء. طب اوفر ريلاكسيشن ارتخاء زياده عن اللزوم للثروت ماسلز، لعضلات الايش؟ الحلق، يعني جوا البلعوم. لما بيرتخي الانسان سبحان الله مش بتنفس، في عندنا حاجه اسمها لسان المزمار جوا، بيفصل ما بين اللي هو التنفس وما بين اللي هو الطعام على القناتين. الان ايش بقول لي هنا؟ during sleeping which leads to close airway، بنلاقي الريلاكسيشن يعني بيرتخي عضله اللي هو العضله تبعت البلعوم في اخر الزور، فلما مجرد ما ترتخي بسكر اللي هو مجرى التنفس. عشان هيك بنسمع بعض الناس لما بيصير عندهم الشخير من هذا السبب، لما بشخر بكون تسكر مجرى النفس بشكل جزئي. or it caused، او ربما جاي من وين؟ من السن، من الذكر، السي ان اس، سنترال نيرفوس سيستم. ممتاز. سنترال نيرفوس سيستم ديس اوردر، من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي. إيه وين هذا ايش بصير؟ في عندنا مصطلح جديد اسمه دايفرام، اخذناه في المصطلحات الجيلة تلفظ. دايفرام معناته الحجاب الحاجز. طيب بريث مسل ستوب وركينج ديورينج سليب. اوكي الكلمات بسيطة وما بدهاش ان نزود فيها التفسير. بقول لي انه بعض الحالات بصير عندهم السليب ابنيا من اضطراب ناتج عن الجهاز العصبي المركزي. ايش الجهاز العصبي المركزي؟ احنا سبحان الله واحنا نايمين كيف بتنفس؟ الحجاب الحاجز بيرتخي، بنسحب لتحت بدخل الهواء، بيرجع لفوق بطلع الهواء. الان لو ارتخى شويه وما طلعش بشكل يعني كبير جدا، مباشره ايش بصير عندنا لا سمح الله؟ يعني loss of breath، فقد النفس، وهذا اللي بصير عندنا سليب ابنيا. في مصطلح جديد اسمه ناركوليبسي. ايش ناركوليبسي؟ ناركوليبسي بيقول عنه، بسموه بالعربي زي سلطان النوم. ايش يعني سلطان النوم؟ اكسسيف داي تايم سليبين، زي شفتوا اكسسيف داي تايم، النوم الكثير في اثناء النهار، سليبنس، ان كنترولد اونست اوف سليب. ان كنترولد اونست يعني عدم التحكم في ايه؟ في النوم. عند مين بتصير؟ زي بعض الناس بكون راكبين الصبح من رفح او من بيت حانون خان يونس وجايين على الجامعه مثلا، او جاي على شغله، او واحد طالع في مكان، مجرد ما طلع في السياره نعس، بتلاقي السياره على المطبات شمال يمين، والباص بروح شمال يمين، وهو راسه بتتهزهز ومش قادر يفتح. بيجي واحد بقول له اصحى اصحى، بعاود بينام، اصحى بينام. في ناس هذول عندهم الايش اسمها؟ الناركوليبسي. الدي دريمينج، دي دريمينج يعني من اسمها احلام، ايه احلام النهار اللي انتم بتسموها احلام اليقظه. عباره ايش بتصير؟ هم اعتبروها برضو من الاضطرابات شويه البسيطه اذا زادت. قال لي ترين اوف ثوتس، عباره عن قطار من الافكار، ذات كومينج فروم بيرسونز ايميديت سيتويشن ان اي كونشس ستيت او كونشسنس ستيت، عباره عن قطار من الافكار بتجيني مباشره من وين؟ من حاله الوعي اللي بتيجي على افكارنا وعلى حياتنا بتخلينا نسرح فيها. الدي دريمز
maybe يعني ممكن يساعدك، ويساعدك في ايه؟ to cope with daily life problems، ممكن يساعدنا انه كيف نتأقلم مع مشكلات حياتنا بشكل عام. زي الطلبة often daydream، كيف بتلاقيه بصير عنده احلام يقظة؟ في study work بيضلوا بيحلم في الدراسة، بيجي في باله كيف بدي انجح، كيف بدي اتفوق. في الفيوتشر كاريرز يعني ايش انا بدي اصير، كيف بدي يصير يعني انا حياتي في المستقبل، كيف وظيفتي، كيف انا بدي اكون مصيري. هذا بسموه ايش؟ الكاريرز. فالانسان الطبيعي كويس مرات بيستخدم الدي دريمز، وخاصه في العمر اللي زي عمركم ما في مشكله لو استخدم لعند عمر 20 21 سنه و22 بيحلم شوية إنه ممكن يصير يتفوق، نفسي أصير كذا، أو بيحلم في مادة معينة بس ما يزودش يعني ممكن واحد يصير يتخيل الكيمياء، يتخيل الميكروبيولوجي، بس علم النفس لا، ما بدناش نحلم فيه كتير لأنه إحنا بدنا إياه على قدر الفهم وبكفينا. طيب induced states of consciousness، induced state of consciousness، كلمة induce جاية من كلمة induction، يعني إيش الأشياء اللي بتأثر على حالة الوعي؟ إيش الأشياء التي تؤثر على حالة الوعي؟ اللي بتأثر على حالة الوعي في حالنا حاجة اسمها drugs، علاجات. العلاجات هنا affecting consciousness اللي بتأثر على حالة الوعي عندنا. في عندنا drug، كلكم عارفين كلمة drug، صحيح بالعربي اسمها علاج أو عقار علاجي، لكن تعريفها عبارة عن any substance، أي مادة that can alter، تغير يعني that the functioning يعني وظيفة of biological system اللي هو الجسم البيولوجي. يبقى أي حاجة إيش صار معنا كلها، any substance that can alter the functioning of the biological system means a drug، يعني العلاج هو عبارة عن أي مادة تستطيع أن تغير وظيفة من وظائف وظيفة من وظائف الحالة الجسدية. زي الاكامول اسمه درج، زي مثلا ايش انا بتعطيكم حاجات انتم في حياتكم كنتم سمعتوها مش ادويه، زي اسبرين اسمه درج مثلا. واحد بيقول انا شربت حبه مضاد حيوي برضه اسمه ايش؟ درج برضه. ليه؟ لانه احنا في الاخر في يعني في بعض الادويه بنضطر ناخذها، علشان هيك احنا مضطرين ناخذ الادويه عشان نغير. في عندنا هنا مكتوب سايكو اكتيف درجز، psychoactive drugs يعني هذول عبارة عن علاجات من اسمها psycho يعني ايش؟ نفسي، active فيها نشاط اللي بتأثر على نشاط الحالة النفسية عند الإنسان. هذول بيتعاملوا ايش يعني؟ بيتفاعلوا مع central nervous system وبيغيروا البيرسونز مود اللي هو مزاج الإنسان، perception إدراك الإنسان، mood of thinking طريقة التفكير أو السلوك. يعني احنا باختصار بدنا نتكلم الآن عن بعض العلاجات، مش شرط تكونتم مخدين يعني علم الأدوية، لكن إحنا كبداية في مقدمة علم النفس كويس نعرف بعض الأدوية بالعموم، إنه كيف ممكن لو لقينا مريض قدامنا وبدنا نتعامل معه نعرف إيش اللي أخده أو إيش اللي هو عماله يعني بيعاني من إيش بالضبط، ونقدر نعرف اللي أمامنا هل ما أخذ شيء مضر له أو مش مضر. أول حاجة عندنا الديبريسانس، الدبري طبعا سامحونا من الاصوات، ما هو اكيد الكل ما احنا في غزه يعني. ديبريسانس اللي هو المثبطات او المهدئات، بقول لي سلو داون ذا اكتيفيتيز اوف سنترال نيرفس سيستم، يعني المثبطات او المهدئات بتهدئ من نشاط ايش؟ الجهاز العصبي المركزي. طب لا يجي حد يقول لي طب ليش يا استاذ ممكن انت تعطي، ليش ممكن تعطي الآن يعني ليش بدنا نعطي بالله مثلا مثبطات؟ أنا بضطر أعطي مثبطات عشان إيش؟ عشان الألم، بدي أنزل الألم، بدي مرات في بعض الناس عندهم أنكزايتي عنده قلق، بدي غصب عنه أعطيه عشان يصير عنده إيش؟ ريلاكس. ليش ريلاكس؟ ليش؟ عشان يرتخي، ما بينفعش يضله مشدود وأنا قاعد بدي أعطيه يعني عمال بدي أعمل له عملية أو بدي أعطيه علاجات. اول حاجه منهن ايش؟ الكحول اللي هو بسموه الكحول يعني او السبيرتو. ايش اسمه بالمكتوب الاحمر؟ ديبريسنت. بقول الالكحول ليفل الطبيعي عند الناس، طبعا مش بنقول انه لا سمح الله انه لازم كل واحد او بده، والله في بعض الناس يشجعهم يشرب كحول ابدا، واحنا الحمد لله يمكن في غزه مش كتير موجود عندنا الامر هذا، والحمد لله احنا يمكن في افضل الاحوال من كثير من الدول. الآن بقول لي الكحول لا قدر الله، فيما لو واحد بده يشرب كحول لستان، أو شفنا بعض الناس المدمنين
بنعمل له فحص احنا عشان نعرف هو مدمن او لا، بنعمل له فحص في المختبر. لو لقينا نسبة الكحول في دمه 3 من 10%، بقول لي ايش هنا بصير عنده البيرسبشن، الادراك ايش بكم ديستورتد، يضطرب عنده الادراك، بصير عنده سبيتش سلارد، سلارد يعني التأتأة، بصير يتلعثم بالكلام، and trouble controlling his movement، وبقدرش يتحكم بحركاته. يبقى لو واحد بيشرب كحول في حياته ورحنا قسنا له الكحول لقيناه أقل من 3 من 10%، معناته إيش بيصير عنده هذا؟ بيبدأ يضطرب، زي الله يعني الله يبعد عنا وعنكم الشر، زي بعض الناس اللي بيدمنوا في بداية حياتهم. طيب الألكوهول بلاد ليفل لو زاد وصل لعند 4 من 3 ل 4 من 10%، إيش بده يصير هنا؟ كوما. إيش يعني بده يصير؟ كلمة كوما أخذناها في الترمينولوجي معناتها الإغماء، حالة الإغماء، بصير إيش؟ غيبوبة بصير عنده، اللي بنسمع بعض الناس بيقول لك أجا مغيب من الجرعة الزايدة اللي كان ماخذها. إف الكحول بلاد ليفل يعني هنا إذا زاد وصل لوين؟ ل5 من 10%، هذا مصيبة. إيش بده يصير؟ هارت بيت، إيش بصير فيها؟ أند بريثينج ستوب، يتوقف النفس ويتوقف إيش هان معاه دغري، في بعض الحالات دغري بتوقف دقات القلب. وديث أوكير يعني عشان هيك بنسمع بنقول في بعض الحالات، أكيد يمكن شفتوا فيديوهات أو حضرتوا بعض مسلسلات محاكاة أو غيره أو أفلام، ببين لنا إن واحد من جرعة زايدة من المخدر راح مات. هذا الألكحول الإفكتس أوف الكحول، طب إيش بيعمل؟ وأنا هذا الكلام بستغرب ليش بعض الناس بيتجهوا للكحول، مستغرب أنا، مع انه الكحول مؤذي جدا ومؤلم جدا ويعني ما بجيبش اي حاجه، بس خلص هم عندهم طريقتهم. اول حاجه ايش بيعمل؟ ميموري امبيرمنت، ايش يعني؟ تلف وخلل في الذاكره. برين دامج، ايش يعني برين دامج؟ يعني بصير عنده ايش؟ تلف في خلايا الدماغ. قديش بصير؟ 10% من الدرينكرز. لما نقول درينكرز يعني الناس اللي بيشربوا، يعني الناس اللي بيشربوا الكحول، يعني بصير عندهم 10% للأسف تلف في خلايا المخ. ليفر سيروسز، تليف الكبد، وهذا بروح على الموت بعد هيك. سوشيال اند بيهيفير هي كمان أخطر وأخطر. سوشيال اند بيهيفير بروبلمز، بصير عنده مشكلات سلوكية، مشكلات اجتماعية، ببطل يقدر يسيطر على حياته في بيته. طيب ستيمولانس عكس هذه، المنشطات، هذاك المثبطات، هذه المنشطات شو بتعمل؟ بقول لي بروديوس، مش ريديوس، بروديوس، تنتج سايكولوجيكال اند منتال اروزل. اروزل مصطلح جديد معناته اليقظه او الصحوه الزايده. بقول لي انه الاستيمولانس بتخلي عند الواحد ايه؟ بتخلي عند الواحد مصحصح، بس مش مصحصح عادي، زياده عن اللزوم، الصحصحه نفسيه وعقليه. طيب بقول لي ديكريز فتيج، ايش يعني ديكريز فتيج؟ بتخفف ايش؟ الالم او التعب اللي موجود او الارهاق اللي عند الانسان. وهذه مش معناته يعني عشان هيك يروح الناس يتجهوا لها، لا، هو بيتجه لها لانه بيعتبر انه ممكن تنسيه همومه. انكريز توكاتيفنس، بتزيد عنده ايش؟ الثرثره. هناك اذا لاحظته في المثبطات بصير تأتأة، هل لا بصير كلام زياده عن اللزوم. انكريز فيزيكال اكتيفيتي، بتزيد النشاط الجسدي وبتقلل ايش؟ الابيتايت. عشان هيك في بعض ديكريز ابيتايت بتقلل اللي هو الشهية للطعام، أبيتايت. طب ليش؟ عشان هيك في بعض الناس بقولك أنا باخد استيميولان، بنسألهم ليش؟ بقولك عشان أعمل رجيم. ليه؟ على اعتبار أنه مجرد ما يأخذ المنشط ببطل يجيله نفس على الأكل. طبعا إحنا بنفعش يعني نأخذ المحرم عشان شغلة محللة بسيطة كتير، ما بينفعش. أول حاجة منهم كوكايين، وأكيد سمعتوا يعني هذه من الأسماء الخطيرة، يعني كوكايين وهيروين من الشغلات المخدر الكبير جدا. طبعا الكوكايين مصيبه، بقول هو مستحضر على عن طريق، بديش اطول فيه كتير عشان يعني احنا بدناش نخوض في شرح بعض الاشياء اللي فيها ادمانات. الان عباره عن وايت باودر، بودره بيضاء، كتير شفناها مرات في مسلسلات في يوتيوب في غيره. للاسف بياخذوه عن طريق ايش؟ بقول سنفت، سنفت يعني عن طريق شم، بشمها نوستريل عن طريق الانف، او it can be ingested او ممكن يبتلعها، او injected ممكن ايش؟ يندقها ابره، injected يعني يندقها ابره. معناته نعيد كم مره، الكوكايين عباره عن مستحضر بودره بيضاء، اما بشمها الماء للاسف المدمن، او مرات يعني بخذ عن طريق الطعام
أو مرات إيش بياخذها عن طريق إيش الإبرة وهي أخطر لأنها صعبة. الإفكتس أوف كوكايين ليش للأسف بياخذها؟ بياخذها عشان حاجة اسمها يوفوريا. المصطلح هذا اسمه يوفوريا. يوفوريا معناتها الإحساس بالإيه؟ الإحساس بالصهللة. لو حدا سأل إيش يعني صهللة؟ بنسمع كان بيقول لك فلان مصهلل، مصهلل يعني حاسس حاله مبسوط فوق ريح. بتقول له أنت إيش أخبارك؟ بيقول لك أنا عايش في السحاب. أنت كيف حاسس؟ أنا حاسس حالي أنا طاير والناس نايمين، هيك بيقعد يحكي لنا. صح بضحك لكن الله يعينهم، لأنه هذول مدمنين. elevated mood المزاج العالي، inflated sense of own abilities إحساس مشبع إنه عنده إيش قدرات. يعني لو إجت سألته قلت له طيب أنت يعني بتقدر تعمل كذا؟ أنا بقدر أعمل كل شيء، بقعد يحكي لنا، وهذا اللي بخليه إيش إحساس غريب جدا بالطاقة اللي مش طبيعية. increase physical activity صحيح بزيد عنده النشاط اللي هو الفيزيائي أو النشاط الفسيولوجي، لكن دير بالكم بعد ما بخلص الأكشن بقع. أعطيكم مثال الآن بس أخلص هذا الكلام. followed by إيه هي كاتب لنا feeling by exhaustion الإنهاك after drug effect finished بعد ما يخلص تأثير العلاج. يعني هذا لما بياخذ الدواء بتلاقي حاله عنده قوة هائلة، بحس حاله ممكن يكسر الدنيا. عشان مجرد ما مجرد مباشرة ما يصير مجرد ما يصير إنه والله انتهى انتهى يعني هذا مفعول العلاج، بتلاقيه مباشرة تخ وعاود إيش ما قدرش يقف على رجليه ولا يصلب حيله زي ما بيقولوها بالعامية. طب الكرونيك يوز إيش الكرونيك يوز؟ الكرونيك يوز أنا طبعا الكرونيك يوز يعني الاستخدام المزمن اللي بيصير عند بعض الناس، يعني بالضبط عملية الإدمان. للأسف إيش بيصير عندهم؟ mental deterioration and hallucination. mental يعني بيصير عندهم خلاص اضطراب عقلي، بيصير ببطل يقدر يركز، بيقدرش يتذكر في حياته، وبصير عندهم hallucination اللي هي هلاوس، من اسمها عربي وإنجليزي هلاوس بصير. طيب الأمفيتامينز، الأمفيتامينز برضو علاج. إحنا لسه قاعدين بنتكلم في الاستيميل الستودنتس، للاسف بعض الطلبه مش عندنا ممكن في العالم بياخذوا الامفيتامينز. ليش؟ عشان يعتبروا انه يضلوا صاحي، على اعتبار انه الامفيتامين بيخلي الواحد صاحي طول الليل. بعض النساء بتاخذوا ايش هنا، خاصه النساء بالذات، عشان لما تعمل رجيم ممكن ما تقدرش تسيطر على نفسها، فبتاخذوا لانه بيعمل ديكريز ابيتايت، بيقلل ايه، بيقلل الشهوه للطعام. الافكتس بروديوس انرجي بيعطي طاقه أروزل، بس ما حدا يفكر إن الطاقة هذه يعني إنها كويسة للحياة أو كويسة، لا، وبتعطي صحيح انتباه لكن وبتحسك كونفيدنس يعني ثقة، لكن في الآخر في الآخر ما يعني بضلوا من الأشياء. صحيح إنه يعني بيعطي إحساس بالثقة بس الإحساس هذا مش طبيعي. ليش؟ لأنه إحساس كاذب بينتهي بعد مفعول العلاج. اليوزرز الناس اللي بيستخدموا، يقول كلمة يوزرز يعني اللي بيستخدموه، بيشعروا feel they can solve problems، ممكن يحلوا أي مشكلة أو achieve any goal أو يحققوا أي هدف. هم بيشعروا مش هم بيعملوا. يعني لو جينا سألناهم ليش بتاخد أمفيتامين، بقول لك والله بحس حالي بقدر أحل أي مشكلة، والله بحس حالي بقدر أحقق أي هدف. طبعا هذا الكلام خطأ، لأنه ولا بقدر يحل ولا بقدر يعمل حاجة، لكن للأسف بيطغوا بعض الناس، زي ما برات بيطلعوا أسماء غريبة لبعض العلاجات، وبصير بعض الناس للأسف يعني يتناولها. استاذ الدراسات إيش أفادت؟ show that amphetamine does not improve problem solving abilities. يعني هي إيش بقول لي؟ إنه الأبحاث أثبتت إنه أبداً ما بيعملش أي تحسن ولا بيعمل أي زيادة في القدرة عند الإنسان. الكرونيك excessive use يعني بيستخدمه كتير، excessive يعني زيادة، اللي بيستخدمه كتير وبشكل زيادة إيش بصير عنده؟ suspiciousness. يا ريت إحنا نحاول وإحنا في البيت نكررها لحالنا، بصير إنسان شكاك. إيش كيف تلفظ suspiciousness؟ ممكن نقطعها suspiciousness، اللي بيقدر يعني يعيدها 5 مرات يعني يا ريت علشان أطمئن. يعني suspiciousness 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 يعني يكون شكاك في حاله، وبصير عنده هنا ديبريشن اكتئاب، وفي للاسف في الاخر بصير عنده سوسايدال اتمز. يعني ايه؟ يعني بصير عنده في الاخر افكار انتحاريه. ابيوز، لما نقول كلمه ابيوز سوء استخدام، ايش ممكن يعمل؟ للاسف سوء الاستخدام للعلاج ممكن يودي لبرين دامج.
فطالما كل أموره يعني الواحد بياخده علشان شغلة بسيطة وفي الآخر بده يعرض حاله للمآسي، ما بدوش يعمل أصل. هالوسينوجينز، إيش يعني هالوسينوجينز؟ المهلوسات. هالوسينوجينز الدراجز عبارة عن علاجات برضو، بقول أنا بروديوس هالوسينيشنز. للأسف بيشربوها الناس، أو واحد بيشربها بقول لك أنا بدي هلوس. ليه؟ على اعتبار بيعتبر انه يعني هو الحياة شوية مزعجاه وبدوش يضل مسيطر على الامور في حياته، مش قادر يسيطر، فبيضطر ياخذ هذا العلاج. اقوى علاج ومنتشر في العالم اسمه ال اس دي، طبعا اختصاره لازيرجيك اسيد دايثالاميد. لازيرجيك اسيد دايثالاميد، مش مشكلة ما تحفظوش هذا، بس على الاقل احفظوا ال اس دي. يبقى نحفظ ال اس دي، يعتبر هلوسينوجين مهلوس. ايش الافكس؟ بيعمل هلاوس بصرية، visual hallucinations، thought impairment. ايش يعني thought impairment؟ يعني برضو بصير ايش، خلل وعدم يعني تفكير جيد، بصير الانسان ما بقدر يعني يفكر كويس، وبصير عنده فوريا اللي الصهلة اللي قلنا عنها الزائدة. لو واحد سأل ايش يعني visual hallucination، يعني بشوف اشياء احنا بنشوفهاش. ممكن يقول لك انه هاي في على الشجرة كذا، انت بتطلع مش ملاقي. ممكن يقول لك انا شايف في السماء في كذا، هذه اسمها الهلاوس الايه، الهلاوس البصريه، زي الهلاوس السمعيه زي غيرها. من ايش بتيجي؟ من اخذ العلاج اللي هو اسمه هالوسينوجين. طيب اثنين، العلاج اسمه ماريجوانا. الماريجوانا طبعا اكيد سمعته، في بعض الناس سمعوا عنه خاصه في مقاطع اليوتيوب، زي الحشيش ومشتقاته. هذا يعتبر ماينور هالوسينوجين. ليش ماينور هالوسينوجين؟ يعني هو مهلوس بس مينور. لما نقول لي مينور يعني قليل، ميجور يعني كبير، يعني هذا مهلوس بس مش زي ال اس، مش زي هذا ال اس دي. طيب يوجوالي سموكد، يعني للاسف بيستخدموه عن طريق التدخين، وفي بعضهم بحطوه في ايش، في الطعام. طبعا للاسف حالات نادرة بحطوه في الشيشة، بحطوه في السيجارة، بحطوه للأسف برضو هذا من المحرمات ومن الممنوعات حتى عندنا في غزة، وعليها أحكام. يعني الإفكتس، بيبول تيك ماريجوانا، الناس اللي بياخذوا ماريجوانا إيش بصير عندهم؟ بقولوا إنه الكالرز آر برايتر. ليش بياخذوه؟ بقولك بصير أشوف الألوان أحلى، سميلز آر ريتشر، بصير أشم كويس. الفود تيست بيتر، إيش الفود تيست؟ يعني بتذوق طعام أحسن. أعطيكم من الشغلة المضحكة انه هذا لو اللي بياخذ الماريجوانا، لو احنا اعطيناه سندويش فلافل مثلا، يعني ممكن يمسك سندويش الفلافل يقعد ياكل فيه ويقول الله ايش هذا، ايش هالكباب، انا قاعد باكل لحمه جايه من الجنه، هذه من وين الكلام؟ ليش؟ لانه للاسف بيصير التذوق زياده عن اللزوم. وبرضه نفس الكلام، ممكن يلاقي هو ميل ويلاقي في ميل، ممكن تكون في ميل عاديه، او هي في ميل وتلاقي ميل، لا قدر الله، بيصير عنده حكم على الناس غير عنا. الله أكبر، إيش هالقمر، إيش. طبعا للأسف بيعطي أحكام مش طبيعية. كرونيك يوز، لو استخدمه كتير زيادة عن اللزوم بيصير inability to concentrate، بيقدرش يركز على إيش، on task، على المهمات for long period. يعني للأسف ببطل يفلح في شغله، ببطل يفلح في دراسته، ببطل يفلح في حياته العملية بشكل عام. طيب في حاجة اسمها meditations. ايش اسمها؟ meditations. مش medication، no. meditations معناتها ايش هنا؟ العلاج بالإيحاء. زي ايش العلاج بالإيحاء؟ زي بتسمعوا حاجة اسمها اليوغا والتخيل والتأمل. هذه أنا بتكلم ancient، لما أقول لي ancient techniques، طريقة قديمة جدا، inducing a special state of consciousness. كل الكلام مر علينا without use of drugs، زي اليوغي. بقول لي عبارة عن طريقة قديمة جدا بيستخدموها عشان تعمل حالة خاصة في الوعي وتخلي الإنسان يرتاح على كلامهم نفسيا، زي السرحان الطويل أو النظر الطويل لشيء معين، اللي هي بسموها زي إيش، رياضة اليوغا. طبعا هي بتشمل إيش هنا، إنه focusing attention on a single stimulus. كيف بيعملوها؟ انه بيجي ممكن يحط صورة امام الانسان، والصورة فيها مثلا زي حقل، او زي مثلا زراعة في قلبها شجر ومية وكذا، بيجي بيقول له ركز لي على المية اللي موجودة مثلا. التركيز الطويل والاستمراري بيخلي الانسان يصير عنده يعني change في state of consciousness، بتتغير حالة الوعي، بيرتاح. طبعا بيقول لي used in treatment of anxiety، تستخدم في بعض الحالات لعلاج القلق والإنسومنيا.
اللي هو الأرق النوم والألكوهوليزم. الكوهوليزم يعني الناس المدمنين على الكحول. والستترنج اللي هو عندهم تأتأة في الكلام، تأتأة، تلعثم. والستريس ريليتد بروبلمز، والمشكلات اللي لها علاقة بالإيش، بالتوتر. طبعا احنا في ديننا يعني بعض المشايخ بيعتبروها حرام، على اعتبار ان الانسان لما يعني لازم يظل الانسان كيانه صاحي وواعي عشان دائما يستغفر ويعبد الله سبحانه وتعالى ويسبح. ففي هذه الحالة بيصير عنده ايش؟ للأسف بيصير عنده انفصال عن الواقع، والانفصال عن الواقع هذا ممكن يأثر على يعني أدائه بشكل عام، وكأنه بينام وهو قاعد يعني. هيبنوسيس آخر شيء هو التنويم المغناطيسي. والتنويم المغناطيسي هي حالة بيجي الأطباء ممكن المتخصصين والناس الأخصائيين في العلاج السلوكي والعلاج النفسي بيعملوا لهم عملية ريلاكسيشن، استرخاء، مع إيش هنا أندرسون بيقول لي التريتمنت اللي هو هنا أوف فيرينج أند فوبيا، بنستخدمها في حالات الخوف الشديد وحالات الهلع. فيرينج انه بخاف من شيء، فوبيا الخوف المرضي اللي بسموه الهلع. الان ايش بصير بعض الحالات الهيبنوسيس بدناش نخوض فيها لانه انتم لسه سنه اولى ومش لازم نخوض فيها. قلنا لكم بنستخدمها لما نيأس كثير. في كان الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه يعني صراحه بارع جدا في هذا الامر، وفي ده كثير على مستوى العالم، دكتور ابراهيم زهران يعني حامد زهران سوري، وفي دكاتره يعني اجانب كثير ومن ضمنهم فرويد كان يستخدمها. احنا مش مسموح لنا، انا قلت ما استخدمتهاش الا مره واحده ومع جرحى غزه لما صار في حالات خطيره جدا، فاخذت اذن من الداخليه ومن الصحه وقدرت اعمل لهم تنويم مغناطيسي عشان كان البحث في اكاديمي ولغرض دراسي، فاضطريت ان انا يومهم. يوزز اوف هيبنوسيس، لماذا نستخدم الهيبنوسيس؟ الفيتنج بين، الفيتنج معناته التقليل، نسيتها قولي ديكريز، نسيتها يعني بقول مثلا يعني ريديوس اي شيء. الفيتنج بين بيقلل الالم، تريتنج سيرتنج بيهيفير بروبلمز بتعالج بعض المشكلات السلوكيه زي السموكينج، التدخين، انسومنيا، الارق، وزي الكومبالسيف ايتينج زي اللي بيضلوا دايما عنده ايش يعني انه شعور باقدام على الاكل، بيقول لك بقدرش انا لما اشوف الاكل بقدرش الا اكل، هذا اسمه كومبالسيف ايتينج. سم بيليفز، بعض الناس يؤمنوا انه الهيبنوسيس كان انهانس ميموري، انه ممكن ايش، ممكن تزود الذاكره، واحنا بنقول لا يمكن تزود الذاكره. يعني انا بدي اقول باختصار انه الهيبنوسيس بيستخدموه زي حاله بدون علاج، بدون استخدام علاج. ممكن يصل الى مرحله انه واحد بدخن ومش قادر بالمره يسيطر على نفسه، فبنضطر غصب عنا انه ينيموه عشان يعطوا اوامر للعقل تبعه انه يكره التدخين. فلما نعطي اوامر للعقل بروح الانسان لما بيصحى بيكره التدخين. طبعا في حالات نادره ان شاء الله تكونوا استفدتوا في هذه المحاضره، وسامحونا على الاصوات اللي كانت تطلع من البائعين والجوال. طبعا احنا للاسف في غزه، ونسال الله سبحانه وتعالى انه احوالنا تتحسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.